السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل كنافة بالمانجا. وادي الكنافة والمانجا والسمنة، دي اللي هنعمله. هنبتدي بقى نحط سمنة على الكنافة. خلاص كده بقى هنجيب صاج دلوقتي. بقى انا هبتدي احط اول طبعا من الكنافه. طبعا انا مولعه الفرن قبل ما ابتدي عشان يبقى سخن، مولعة على 180 درجة حرارة 180. هتحط في الرف الوسطاني رقم 3. هبتدي اجيب المانجا ابصها كده. كده اهو عملت المانجا. هبتدي بقى احط الطبقه الثانيه من الكنافه. سويها بقى طبعا قدام الاطراف بصراحة، بس ما تغطش كتير يعني عشان خاطر المانجا بس. كده بقى انا هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 زي وقتها ما تاخد بقى من تلت لنص ساعة. انا كده طلعتها من الفرن اهي وزيتها الشربات. ويا رب الفيديو عجبكم، وما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة.